حضراتكم، برحب بحضرتك بدايه يا فندم. والنهارده انتوا كنتوا بتناقشوا موضوع مهم جدا، هو موضوع الفساد ده، وحضرتك قدمت طلب احاطه النهارده او طلبين احاطه النهارده بخصوص هذا الموضوع. عايزين نعرف من حضرتك ايه اللي دار داخل هذه الجلسه. اللي دار فيها ان كان متواجد فيها السيد مساعد وزير الداخليه للاموال العامه، وتناقشنا فيها اوجه الفساد اللي موجوده في البلد بالكامل، سواء الفساد اللي موجود في المحليات او الرقابه على الاموال، ودور اداره العامه الاموال العامه في محاربه الفساد اللي موجود، سواء على مستوى الممارسات اللي بتتم في بعض الادارات وفي بعض المصانع، ومنها المزادات العينيه اللي بتتم على بعض الاراضي او بعض الاشياء العينيه اللي موجوده لملك الدوله. وتكلمنا على الاموال المتدفقه وكيفيه محاربه الفساد اللي موجود، سواء النهاردة على الشبابيك المتواجدة في بعض الإدارات، وإن هيتم إن شاء الله توحيد وعمل الشباك الواحد للقضاء على أي أوجه فساد. وتناقشنا الفساد الموجود في محليات، اللي موجود في بعض إدارات المرور، اللي موجود في بعض الإدارات الهندسية في المحليات، بالنسبة لغسيل الأموال، بالنسبة لشركات الصرافة. كلمنا بوجه عام على دور الإدارة العامة للأموال العامة في محاربة الفساد، وانت عارف حياتك ان الإدارة العامة للأموال العامة ده جزء من منظومة بتحارب الفساد، لأن هناك الرقابة الإدارية، وهناك مباحث التموين، وهناك العديد من الأجهزة الأمنية اللي بتقوم بمحاربة الفساد. إنما إن شاء الله إن احنا بنسعى كمان الى عمل اداره، ويمكن طلبنا ان احنا يبقى في اداره خاصه بمحاربه الفساد، ويعني هناك عزم على مجلس النواب او من لجنه الدفاع الامن القومي، وان ده هيعرض ان شاء الله يتعمل قانون ليها. لازم يبقى في قانون لمحاربه الفساد والضرب من بيد من حديد على كل فاسد. وناقشنا كمان برضه ان هي لابد ان يتم تعديل عمليه بالنسبه للرشوه، الرشوه، المرتشي والوسيط، ان برضه لازم يتم التعديل، ان الوسيط برضه يبقى يعفى من اول مره من في حاله الادلاء باقوال، ولكن ثاني مره او ثالث مره لا يسال ويعاقب جنائيا على هذا الموضوع. وهناك العديد من العديد من التواصل، وهيتم برضه الاستمرار في محاربه الفساد مع هناك اجهزه اخرى زي قلت لحضرتك برضه مباحث التموين والرقابه الاداريه، اللي يعني مستمر، لان النهارده هو اللي بيهدر اموال الدوله واللي بيهدر مصالح المواطنين هو عمليه الفساد. فلازم لابد من القضاء على الفساد، وده برضه هيتم بمعاونه الشعب كله بالكامل، سواء احنا مجلس النواب او لازم يبقى في منظومه لدى الشعب ان في اصرار ان لازم نعالج الفساد ان شاء الله. ده بيتوازى فندم مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الفساد المستشرف في البلد منذ اكثر من 40 عام، انتوا النهارده بتقوموا بدوركم التشريعي لاصدار هذه القوانين. احد المنظومات اللي بتحارب الفساد هي المجالس المحليه، ونحن بصدد الانتخابات بتاعت المجالس المحليه. البعض بيتخوف ان يتم تاخر مناقشه هذا مشروع الانتخابات المحليه، والبعض الاخر بيتمنى ان مع بدايه السنه الجديده ان شاء الله نبدا الانتخابات. الى اي مدى حضرتك شايف الانتخابات المقبله هتكون قادره على القضاء على الفساد ده في مصر؟ اعتقد ان الانتخابات المحليات لسه حتى وقتنا هذا لم تعرض داخل الجلسات العامه في المجلس، واعتقد ان هي اكثر من 190 قانون وماده، واعتقد انها تاخد وقت كبير للمناقشه داخل المجلس، وخاصه ان هناك اكيد هيكون هناك الكثير من اراء الساده النواب داخل الجلسات العامه لتعديل بعض البنود، والاراء طبعا حق الرأي مكفول للجميع، فأنا أعتقد أنها تاخد باع كثير في المناقشات داخل المجلس، وإن كنت أتمنى أنها تكون على أول العام إن شاء الله تكون جاهزة للانتخابات، ويا رب يا رب أن أنا بتمنى أن في أسرع وقت، لأن عارف هذا قانون المحليات وده يعتبر المطبخ الأساسي اللي موجود، وأنا من هنا من خلال حضرتك أستاذ محمد ومن منبر القناة بأطالب حسن الاختيار، ولازم الناس تبعد عن عملية المال السياسي وتبعد عن التربيطات اللي موجودة. كل ده لازم يتلفظ، مفيش مال سياسي لازم نلفظه زي ما لفظناه في انتخابات السادة النواب. برضو النهاردة ان التربطات والشلالية لازم تلغى، احنا عايزين النهاردة ننتخب الناس القادرين على الممارسة والقادرين على محاربة الفساد والقيام بمهامهم داخل الدولة ومحاسبة المسؤولين. يعني عايزين لازم الشباب لازم هو ده المستقبل، لازم يبقى له دور قوي جدا في هذه المحليات. المرأة لازم يبقى ليها دور في المحلات، الفلاحين لهم دور، العمال لهم دور. احنا عايزين نبعد بقى عن الشلاليه والتعصبات، عايزين نختار الاصلح ايا كانت. النهارده مش عايزين فيها مجاملات،
وده المفروض دور الإعلام ودورنا كلنا بالكامل، وإحنا كنواب لازم نوعي الناس خد الأصلح بغض النظر عن أي شيء. مفيش مصالح النهاردة، مفيش مصالح شخصية، كلنا النهاردة بنعمل على المصالح العامة، وإن إحنا نجيب حقوق الناس، نجيب حقوق الغلابة، نجيب حقوق الفقراء، نحاول نقضي على البطالة، نحارب الفساد، كل ده إذن. ولكن هناك تعيينات أو إلى خلاف المصالح الشخصية، ليس هناك مصالح شخصية. إذن كلنا مصالح عامة، يبقى نختار القادر اللي يدي معايا واللي يقدر ينجز ويكون قوي واقف على الأرض قوية، أو بمعنى زي ما بنقول بمعنى الفلاح بتاعنا ما يكونش مكسور عينه، واحد مش مكسور عينه داخل فعلا لوجه الله يخدم الناس. حضرتك شايف ازاي ان احنا نطبق ده على الارض؟ المواطن النهارده بيشوف المجلس بيصدر تشريعات لكن ما بتتنفذش، النهارده اكتر من 200 قانون و200 تشريع النهارده ما بيتمش تنفيذهم على ارض الواقع، ازاي حضرتك شايف ان نقدر ننفذ ده على ارض الواقع؟ يعني بص حضرتك معلش، احنا يعني احنا داخلين في عهد جديد، داخلين في مجلس جديد. انا كنت موجود نائب في مجلس 2010، هناك فرق كبير جدا ما بين 2010 وبين دلوقتي. في 2010 كان هناك قيود في الكلمة، قيود في الآراء، في كل شيء، ولكن في المجلس الحالي هناك انفتاح وهناك آراء حرة لجميع السادة النواب، وما فيش قيد على نائب معين في الكلمة بتاعه. القرارات بتاخد لهذا الأسباب بتاخد وقت كبير، كل نائب عايز يقول رأيه كل وقت، ولكن احنا في الآخر احنا خدنا الممارسة الديمقراطية والتصويت والأغلبية. ولكن برضو حضرتك احنا كل القوانين وكل التشريعات الموجودة مطلوب ناحية اقتصادية، مطلوب استقرار للبلد، مطلوب يبقى فيه فائض في الميزانية، ولكن احنا شايفين الوضع هناك، السياحة، الوضع في السياحة، الوضع النهاردة في الدولار والحمد لله حزبة الاصلاحات الاقتصادية اتخذت والحمد لله. وانا بحيث من هنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه تحمل هذا العبء، انه ياخذ هذه القرارات. احنا كان في عهود رؤساء قبل كده كانوا خايفين ان هم ياخذوا هذه الخطوة، ولكن لا، هو تحمل وخد الخطوه، هو ده لصالح البلد والمواطن هيحسن بيها قدام. شايفين النهارده البنيه الصناعيه عندنا ضعيفه، كل ده موجود، تداعيات كلها بتاثر على الناحيه الاقتصاديه. احنا اهم حاجه النهارده البلد تنهض، تطبق قوانين وتطبق حزم التشريعات، وكله لازم يبقى فيه استقرار من الناحيه الاقتصاديه، هو ده اللي لازم كلنا نهدف ليه. احنا شغالين دلوقتي في البنيه التحتيه والمشروعات القوميه اللي بتتعمل البلد، انما ان شاء الله في خلال فتره قصيره كله هيبان وكل تداعياتها واهدافها هتبان ان شاء الله على المواطن المصري بشكل عام ان شاء الله. كل الشكر لحضرتك فندم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، اشكرك. وده كان لقائنا مع سياده النائب سلامه الجهري عضو لجنه الدفاع والامن القومي. عرف